تعالوا بقى كده نروح نشوف تقرير مع لعيبه فريق الاسماعيلي بعد مباراه امس. كان لازم الفوز ده يجي في الوقت ده، ولازم نفوق نفسنا بدري، والحمد لله دي تعب الفرقه كلها، وكل حاجه بتيجي بالقلب والروح وكل حاجه، والحمد لله بارك للجهاز الفني واللعيبه الرجاله، والحمد لله دايما افضل على كل شيء. كابتن اياد، يعني وانت السنه اللي فاتت وانا بسجل معاك قلت لي احنا ان شاء الله مستنيين الفرصه في الموسم الجديد، وعندنا قلب وقادرين ان احنا نرجع نادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه. جات لكم الفرصه على طبق من ذهب خاصه مع ايقاف الكريك. طبعا دي ثقه كبيره من كابتن هاب جلال، ان هو يثق فينا. احنا تقريبا ثلاثه صغيرين بنلعب، واول مشاركه لينا السنه دي، والحمد لله احنا قد المسؤوليه، وان شاء الله نشيل النادي ونرجعه لمكانته الطبيعيه ان شاء الله. احنا طبعا اول ماتش ده كان حصل له ظروف والكلام ده، بس بنحاول نسمع كلام الكابتن اهاب والجهاز الفني، وبنحاول نأدي على اجمل وجه، والجهاز الفني بيطلب مننا حاجات لازم ننفذها في الملعب، والحمد لله على المكسب والاداء، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. لعيبه الشباب، وانت واحد بتمثلهم موجود من السنه اللي فاتت، ايه اللي انتوا بتطلبوه من الجمهور كمان، خاصه العناصر الشابه دي اللي ما شاء الله عليها واضح انها جايه في الطريق بقوه؟ احنا بنطالب ان هم يساندونا دايما، واحنا ان شاء الله قد الثقه دي، وباذن الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي. الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه ده هدف اكيد بالنسبه لكم كابناء النادي الاسماعيلي ومن ابناء قطاع الناشئين. طبعا ان شاء الله راجعين باذن الله. بطمن جمهور الاسماعيلي احنا راجعين ان شاء الله. الحمد لله على المكسب، واحنا بعد اول بدايه اللي كانت شبه مخفقه لينا مع زد، فكان لازم نصحح مسارنا في الماتش ده. فتره كبيره قوي ما بين الماتش والماتش ده عرفنا نصلح فيها غلطاتنا والشيب بتاعنا، حاجه كنا المفروض نعملها الماتش اللي فات، يعني اخفقنا فيها الماتش ده صلحناه الحمد لله. النتيجه زي ما احنا عايزين وربنا كرمنا الحمد لله. يعني الكود موقوف للنادي الاسماعيلي، وده يمكن حاجه بالنسبه لكم تعتبر في التوقيت ده ايجابيه جدا، ان الكود اتوقف، ان انتوا كلكم تبقوا موجودين في الملعب، وده اللي احنا شفناه مع الكابتن ايهاب. اكيد الحمد لله، برده كابتن ايهاب جلال يعتبر اب كبير لينا، وفي ثقه كبيره قوي بيديها لنا كل اللعيبه الشباب بالظبط، والحمد لله من اول السنه اذا كان القيد مقفول او موجود فهو كان مدي ثقه فينا. هو قال لي انا مش عايز افتح قيد دلوقتي، انا عندي لعيبه كويسه، واحنا باذن الله يا رب نبقى عند حسن ظنه وعند ثقته ان شاء الله.